ما الذي يمنعك؟ هل أنت متعب جدا؟ لم تحصل على قسط كاف من النوم؟ ليس لديك ما يكفي من الطاقة؟ هل ليس لديك وقت كافي؟ هل هذا ما يمنعك الآن؟ ليس لديك ما يكفي من المال؟ تنحدر من عائلة فقيرة؟ هل هذا هو الشيء؟ أم أن الشيء الذي يمنعك هو أنت؟ نفسك هي التي تمنعك. أعذار فاشلة. ومن الشخص الذي يصنعها؟ إنه أنت. توقف عن التأسف لنفسك. لا تنتظر من يشفق عليك. تخبر الجميع أنك حزين وقصص حزينة عنك. تحاول أن يتعاطف الناس معك لتظهر لهم أنك ضعيف ولا تستطيع. صدقني، فإنك تقتل نفسك ببطء. إذا رأيتني أركب سيارة فارهة يوما ما وأقضي إجازتي في فندق 6 أو 7 نجوم، أعيش حياتي على أكمل وجه، فلا تغار مني، لأنني عملت بكل جهدي للحصول عليه. لم يسلمني أحد شيئاً. عيقد نفسك، عيقد الوحش داخلك. الحياة مجرد لعبة، يذهب موسم ويأتي آخر. حان الوقت للاستفادة من الوصول بالموارد التي لديك في بلدك ومجتمعك. هل واجهتك مشكلة في حياتك؟ لديك مشكلة مع بيئتك؟ افعل شيئا حيال ذلك. إذا كنت تريد النجاح، اذهب واجلبه. توقف عن الأعذار الكاذبة. وكيف توقف الأكاذيب؟ توقف الأكاذيب بالحقيقة. والحقيقة هي: لديك الوقت، لديك المهارة، لديك المعرفة، لديك الدعم، لديك القوة والإرادة والانضباط. ثمرة كل شيء جيد في الحياة يبدأ بالتحدي. كل شيء شاق ويستحق العناء، ولن يأتي إليك بسهولة، ولن يسقط في حضنك. إذا كنت مجرد فاشل، سيكون الأمر صعبا دائما. إذا كنت تريد ذلك، يجب أن تذهب للحصول عليه. هذه فرصتك، هذه لحظتك، هذا وقتك، هذا مكانك. نعم، هذه فرصتي، هذا وقتي، هذه لحظتي. اليوم إنه حلمي. إذا كنت سأحصل عليه، سأقاتل وأحقق ذلك. سأنهض وأبدأ العمل. نعم، يزال لدي الكثير لأقوم به. سأبقى في ملعب الحياة هذا. استثمر في نفسك.